ليس من الإجحاف القول أن لا طائل من دعوة العاهل المغربي المسؤولين الجزائريين إلى حوار ينهي المشاكل بين البلدين. يدرك الملك محمد السادس أن المسؤولين الجزائريين لن يستجيبوا، ويفسر القادة الجزائريون الدعوة بأنها مواجهة أكثر للتداول الإعلامي والسياسي، وأنها لا تملك أي فرصة للتحول إلى عمل حقيقي. أكثر من ذلك، يشعر المسؤولون الجزائريون بأن الهدف من الدعوة، دعوة محمد السادس، إحراجهم وإبراز المغرب في صورة طالب الود والإصلاح، والجزائر في صورة الطرف المتعنت الرافض للصلح والتقارب، وهو اعتقاد غير بعيد عن الصواب. لكي تكون للدعوة جدوى ومصداقية، وكي لا تنتهي إلى ما انتهت إليه مثيلاتها في السابق، كان يجب أن تكون مرفوقة في السر أو العلن بمقترحات ملموسة وعملية تفتح طريق الحوار المؤدي نحو التهدئة ثم نحو المصالحة. أقول هذا لأن دعوة الملك محمد السادس الجديدة سبقتها دعوات مماثلة في مناسبات سابقة، مثل العيد الوطني الجزائري وعيد العرش في المغرب، وستتلوها أخرى في المناسبات ذاتها خلال السنوات المقبلة، لكنها جميعا سرعان ما غمرها النسيان، وعادت بعدها البلدان إلى صراعاتها المزمنة والمنطقة إلى ركودها القاتل. فشلت الدعوات السابقة رغم أنها وردت في سياقات سياسية ودبلوماسية بين البلدين أقل توترا وخطورة، لأنها انتهت مع نهاية الكلام الذي يضيفها، وفشلها هذا يعطي فكرة مسبقة وواضحة عن مصير الدعوة الجديدة التي وردت في سياق ملغوم واتهامات متبادلة في الاتجاهين غير مسبوقة. لم تشهد العلاقات الجزائرية المغربية منذ أكثر من ربع قرن توترا مثل الذي تعيشه في الشهور الأخيرة، ولم تصل الشكوك والتوجس والتشهير الإعلامي بين البلدين إلى مثل هذا المستوى منذ 4 عقود أو أكثر. شيء واحد يفسر هذا الجفاء الكبير بين قيادتي البلدين، غياب الثقة وافتقاد العاصمتين لإرادة التقارب. كل طرف يحاول إعطاء الانطباع بأنه في غنى عن الآخر ومرتاح في عدائه له. الباقي تفاصيل: الصحراء الغربية، الصحراء المغربية، الحدود، المخدرات، التجسس عبر بيجاسوس، دعم الانفصاليين، دعم القبائل، وإلى آخره من المشاكل. المشكلة أن منسوب الثقة يتآكل مع مرور السنوات وليس العكس. عز الزمن عن معالجة ما بين قيادة البلدين وعن إصلاح ذات البين. المشاهد قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.